بما أنه حلقتنا عن التراث والثقافة قلنا أنه لازم كاميرا حلوة يا دنيا تزور منزل الباحثة الرائعة والمتميزة وداد قعوار. إحنا هلأ فايتين على بيتها لحتى نتعرف أكثر عن آخر معرض قدمته بسويسرا، وأيضاً لنتعرف على مجموعة الأثواب والحلي اللي موجودة بمنزلها. تعالوا معنا نشوف. احنا بشرفنا ان نكون ببيتك ويعطيكم العافيه. الله يعافيكي حبيبه قلبي. الله يعطيك الصحه. تعب مع فن بالضبط. تعب الفن حلو، تعب الفن حلو، والسيدات اللي تعبوا قدك يعني على مدار سنوات طويله لحتى يحافظوا على هالهويه وعلى هالتراث اللي كلنا بنعتز فيه وعم تقدري تنقليه من جيل لجيل. فاحنا اليوم حلقتنا عن تراثنا وعن ثقافتنا، وحابين انه لازم كنا نزورك ونزور بيتك، خصوصا انك رجعتي من سويسرا مؤخرا. كان في لك معرض صح؟ هلا بنحكي عن المعرض. يلا نشوف شيء من صوره على تحت بس ننزل. أكيد الناس بيخطر على بالها تسألك يعني من وين أو كيف بدت هالهواية؟ شو اللي خلاكي، شو اللي حببك بهالتراث واللي خلاكي إنك تجمعي وتكوني جدية بهالموضوع؟ يعني صار احتراف أكثر من إنه مجرد هواية. مظبوط، الكل بيسألني هالسؤال لأنه بلاقوها غريبة إنه جمعت كل هالأشياء ولسنين طويلة. المهم أنا كنت في بيت لحم سنة الحرب سنة 48 و49، وكنا نعرف كل القرى اللي حول بيت لحم. القرى كتير جميلة ونسائها كتير بطرزوا حلو ولبسهم حلو، الفضة والتواب واللي بحطوه على راسهم، يعني مغرمة كنت في لبسهم. نعم. وأشوفهم لما يجوا على سوق بيت لحم يتبضعوا كل يوم سبت، كان في يوم مخصوص للسوق. لما رغبت في بيروت سنتين في الجامعة ورجعت وشفتهم كلهم هالقرى صافين في المخيمات بدهم ياخذوا اما حليب او طحين، يعني المنظر كثير ذهلت لهالمنظر هذا، انه شو هالتغيير بين ما انه كانوا مبسوطات يجوا لابسين هاللبس الحلو على السوق وهلا واقفين بالصف عم بيستنوا في لقمه الخبز او لقمه الطحين او لقمه الحليب. هذا اللي خلاني اكثر شيء انه قلت على القليله لازم أجمع إشي من تراثهم. بعدين كل إشي يصير سياسة من احتلال إسرائيل يدفعني لحتى أجمع أكثر، لأنه ما ألاقي طريقة ثانية فإيش بدي أحارب. ألاقي أنه أجمع هالتراث اللي كان موجود قبل ما يحتلوا بيكون طريقة من الطرق للمقاومة. صور من المعرض اللي بسويسرا مزبوط. وفي كثير يعني بتقدر تعمل له شيء منه. شايفه هي التواب هون. كنتي عم بتقولي لي انه هذا المعرض كان بمناسبه مرور 200 عام على بحكي لك قصته. قولي لنا. يعني سنت تقعدي بنقعد انت اللي بريحك. سنة 812 أجا شاب سويسري عمره 32 سنة دار في الأردن، التقى في بدو دوروه وأخذوه على البترا. قعد في البترا بس 24 ساعة وهو رسام رسم 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 قد ما بيقدر من البترا. بعدين رجع على الأردن، دار في الأردن، دار في مصر، دار في لبنان، وراح على بعدين رجع على مصر وهو بيرجعوا على سويسرا. في مصر مسكين أجا عباله ياكل سمك، أكل سمك كان السمك عاطل تسمم ومات. هلأ هو كان كل الوقت يكتب لأبوه إيش اشترى وإيش شاف. اشترى أمباز، اشترى عباي، اشترى توب، اشترى عقود فضة، زي كان مذكرات. يشرح لأبوه مذكرات. أبوه خلى المكاتيب كلها. السنة إحنا 2012. نعم. يعني صار 200 سنة.
من وقت أبوه كان مقدم هالرسائل كلها للمتحف. في المتحف قريوا وشافوا إيش اشترى، وأجوا لمجموعتي ونقوا الأغراض اللي اشتراها وعرضوها في بيت الأب. ولا بفرجيك الصور في بيت الأب. شو حلو. يعني المعرض كان كتير كتير حلو بالنسبة إلهم، لأنه هو سويسري وصار 200 سنة وبترا، وبنفس الوقت عملوا معرض كبير، الأردن عملت معرض كبير للبترا. نعم. في متحف كبير. أنا معرضي كان في بيت بيرخارت. بيت أبوه. بيت أبوه للشاب. ومعرض بترا كان في المتحف الكبير. وكلهم كتبوا إنه هاي صار 200 سنة لاكتشاف البترا، هو أول أوروبي شاف البترا ونقل الصور للغرب. للغرب. مع إنه هذا كان متعب، والست اللي شفتيها هلأ هي اللي رتبته. نعم. الست السويسرية. نعم. وحطوا في كل أوضة إشي ما عفش أبوه، كتير كتير طلع حلو. بتطلع الدرج هيك بتشوفه توب السلط قدامك، كانوا ماخدينه لثلاث أربعة أشهر. من شهر أيلول باخدينه 3-4 أشهر. هلأ امبارح حكوا معي قالوا لي بدنا نخليه سنة، تسمحي لنا لسنة كاملة، لأنه صار جاي فوق 2000 زائر وما زال هالقد المعرض محبوب، بدنا إذا ممكن نمدد وقته. يعني ما عمرهم بخلوا معرض لسنة، هذا بدهم يخلوه لسنة. يعني هيك اشياء انا بنبسط عليها كثير. طبعا خلي لها سنة. طبعا طبعا. طيب يعني هلا ست وداد، كيف بتلاحظي مثلا سواء ببلاد الغرب او عندنا بالاردن، كيف بتلاحظي انه هالاجيال الجيل الشاب بتحسيه متعلق بتراثه بهويته؟ يعني انت من خلال يمكن عملك ومعارضك بتحسي في اقبال من قبل الشباب على لما نعمل نشاطات؟ حرام في اقبال كثير، بس انه المعلومات اللي عندهم والخلفيه اللي عندهم كثير ضعيفه. والحق مش عليهم، وهن بيقولوا لنا الحق علينا احنا، لا في المدارس موجوده ولا بالصحافه موجوده كثير، فيش جريده اللي بتعطي للتراث زاويه على طول يوميه مثل الجرائد الاوروبيه. او اسبوعيه، يعني يكون في زاويه للتراث. من هيك ما بنقدر نلوم الجيل الجديد، لانه احنا ما عم نبدهم، ما عم نعطيهم، ما عم نحط امامهم اشياء تراثيه تعلموا منها. يعني كثير دائما كنت اسمع عن مشغل الست وداد قعوان، مجموعه الاثواب الموجوده عندها. بصير نتفرج على هيك كم من توب من هالاثواب المعروضه. بس بدي اقول لك كلمه بسمعها كثير وشوي باخذ على بالي، هو مش مشغل، هو مش لانه ما يعني انا ما بخيط شيء ولا حد عندي بخيط. هو بس الاشياء القديمه بتجمعيها اللي عملتها المراه من ثواب، من صيغه، من أغطية رأس، يعني كانت تعمل طاقية فوق الطاقية تلبس عصبة. كل هالأشياء هذه أنا بجمعها. يعني بجمعها من 100 سنة وجاي. لا ما تاخدي على بالك، لأنه دائما بضربوا لي تلفونات في عندك تواب جديدة بدنا نيجي ناخد. ما فيش عندي تواب جديدة. بعدين هذا مثل مجموعة الطوابع، ما بتقدر تقيم منه إشي. ما بقدر أقيم مثلاً تبع الصالت أو أقيم تبع مادبة، ما هو بضلش عندي إشي. صح. وانتي مثل مجموعات الطوابع، يعني أنا عندي الفلسطيني والأردني والسوري ونماذج من البلاد العربية كلها. نعم. اثنين ثلاثة يعني. اثنين ثلاثة. عشان يعني تكمل المجموعة بالكامل. وعندي عدد التواب الحرف اللي كانت المرأة بالزمنات مجبورة تسويهم. يعني لبيتها كانت مجبورة تغزل البسط، بدها تحضر البسط لبيتها، بدها تحضر الفخار، هي تعمل الفخار والبسط، هي تعمل أواني القش، تحضر أواني القش للمطبخ. هدول كمان جمعتهم لأنه هدول جزء من تراث المرأة. يعني صار تركيزي أنا أكثر شيء على تراث المرأة. على تراث المرأة. طيب. لأنه كتير كانت تشتغل، تستاهل إنها تتقدر. مظبوط مظبوط. هاي التواب بحب أفرجيك النماذج من التواب، وألبسك توب عروس مادبة. يا سلام، فاولوا علي. أيوة بلكي تجوزت على وجه الست وداد. هيو هو التوب العادي لونه أسود ومطرز، بس هذا توب العروس أحمر وأخضر. زغرت يا فادي. هذا
هذا بيكون عشاء قلوب لانه بتحطه هيك. شوفي هون ببين الستان. شوفي الموديل ما احلاه.